بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديوهات راح اكمل شرح مادة تحليل انشاء 2 وطريقة السلوب ديفليكشن ميثود. بالبداية اول موضوع اللي هو البيم، ناخذ هنا توضيح بسيط. عندنا بيم على هذا الشكل. السلوب ديفليكشن ميثود تحكي لك عنده عدة خطوات. محل كل internal او ركيز داخلية بحط fixed، محل كل ركيز داخلي بحط fixed، وبقسم هذول بقسم البيم اللي موجود عندي بحيث انه هيك يصير. هاي الفيكست اللي حطيناه هون، الفيكست اللي هون مع الفيكست اللي هون والجهة هون. لو على سبيل المثال هاي A هاي B هاي C وهاي D، هاي A نقطة هاي النقطة B هاي برضو B، لأن هون قسمتها جهتين، هون C هون C وهون نقطة D. أول خطوة بحكي لي بحط محل كل ركيز داخلية fixed وبقسمهم زي هيك. ثاني خطوة بحكي لي بدي أوجد قيمة ال fixed end moment. قيمة ال fixed end moment بوجدها من خلال ورقة بتكون موجودة آخر الكتاب، تعطى معكم في الامتحان، بكون عليها معادلات. توجد قيمة الفيكست اند مومنت هون مع فرض اتجاهها. طبعا على سبيل المثال عندنا قوة زي هيك، فيكست اند مومنت لها ال دبليو تربيع على 8 مثلا. لما يكون عندي زي هيك 3 بي في ال على 16 على سبيل المثال زي هيك. هاي ثاني خطوة. ثالث خطوة بدي أوجد المومنت عند كل طرف. مثلا مومنت AB تساوي زيرو لأنه هنج، مومنت BA مومنت BA بقول لك إله معادلة يلي هي 3 EI على L ثيتا B ناقص إبساي زائد الفيكست عند مومنت. نوضح شو كل واحدة من المعادلة. ثلاث رقم L طول اي اي تكون معطى، ثيتا بي انا بدي اوجدها، إبساي انا بدي اوجدها، فيكست اند مومنت انا بدي اوجدها. الفيكست اند مومنت حكينا كيف بوجدها من هون من الخطوة اللي قبلها من الجد من الورقة اللي مكتوبة اخر اشي بالكتاب. إبساي ايش هي؟ دلتا على L، L طول length، إبساي عفوا الدلتا اللي هي settlement مقدار هبوط لأحد الركائز. مقدار هبوط يعني مثلا هاي البيم هيك من هون continuous هيك صار نزل، وهذا اشي مستحيل بس مسافة كبيرة. بس للتوضيح هاي دلتا طبعا تكون معطى في الامتحان، هيك بقدر اوصل لإبساي. اذا فيكست اند مومنت معي إبساي معي ضل علي ثيتا بي، ثيتا بي بوجدها كمان شوي نعرف كيف نوجدها. طيب هاي طلعنا مومنت بي اي، طلعنا مومنت اي بي، بدي اطلع مومنت بي سي تساوي. لما يكون عندي الطرفين fixed المعادلة كالتالي 2 EI over L 2 ثيتا يلي بحسب عندها اللي هي ثيتا B الأولى زائد ثيتا البعيدة اللي هي ثيتا C ناقص 3 إبساي زائد الفيكست إند مومنت. مومنت C B تساوي 2 اي اي اوفر ال 2 اللي ثيتا اللي بحسب عندها بحسب عند سي زائد ثيتا البعيد اللي هي ثيتا بي ناقص 3 ابساي زائد الفيكست اند مومنت. هاي بعرفها ثيتا سي ما بدي اعرفها، هاي بدي اعرفها، هاي بدي اعرفها، هاي بدي اعرفها. حكينا الفيكست اند مومنت بقدر اعرفها من خلال الورق اللي بتكون معاي.
إبساي حكينا دلتا أوفر إل، إذا كانت معطيني دلتا زيرو معناته هاي كلها زيرو، معناته هاي زيرو كلها، إذا كان معطيني دلتا زيرو. ثيتا بي وثيتا سي برضو بدي أوجدهم. طيب نيجي نأخذ المومنت لآخر جزء، مومنت سي دي تساوي لما يكون عندنا فيكست ورولر أو هنج، المعادلة هي نفسها اللي هون، ثلاثة إي آي أوفر إل ثيتا سي ناقص إبساي زائد الفيكست إند مومنت. هاي بعرفها، هاي بوجدها، وهاي بوجدها اللي هي نفس دلتا أوفر إل. إذا كان دلتا زيرو معناته هاي كلها زيرو. ثيتا سي وثيتا سي بدي أعرفها، مومنت دي سي طبعا زيرو. هاي الخطوة هاي. بعد هيك ضل عندي لسه، أنا بدي أعرف مومنت، قيمة مومنت بدي أعرف قيمة مومنت، بس عندي مجاهيل ثيتا بي وثيتا سي والأشياء هاي كيف بوجدهم. باخذ مجموع المومنت عند بي تساوي صفر، ومجموع المومنت عند سي تساوي زيرو. مجموع المومنت عند بي ايش هي؟ مومنت هاي بي، هاي النقطة بي، ايش عندها؟ مومنت بي اي وبي سي، بي اي زائد المومنت بي سي تساوي زيرو، بي سي تساوي زيرو. المومنت سي، مومنت عندي مومنت سي بي، عندي سي دي، هذا هيو مجهول واحد هو ثيتا بي، مومنت بي بي سي هيو مجهولان، وهون مومنت سي بي هيو مجهولان، وهون سي دي هيو مجهولان، مجهول واحد. المجهولين الوحيدات اللي عندي هي ثيتا بي وثيتا سي، من المعادلتين اللي بطلعهم من هون بوجد قيمهم، بس أوجد قيم ثيتا بي وثيتا سي، برجع بعوض بقيم المومنت اللي هون، معادلات المومنت اللي هاي وهاي 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 وهاي، بوجد المومنت عند كل طرف، بوجد المومنت عند كل طرف. بعد ما أوجد المومنت عند كل طرف بعمل سميشن المومنت مثلا عند، يعني هاي أوجدت على سبيل المثال طلع عندي المومنت هون 36. طيب انا اصلا عندي رياكشن هون وعندي رياكشن هون، سميشن مومنت هون بقدر اوجد ال رياكشن هاد، وسميشن اف واي بقدر اوجد هاد، بوجدهم بهيك الطريقة. بعديها برسم اذا كان طالب مني رسم. نيجي ناخذ مثال، بهذا المثال بحكي لي عندي بيم بهذا الشكل، بدي ارسم له شير مومنت، بدي ارسم له شير مومنت. طيب مومنت البيم هذا بحكي لي حلو على طريقه السلوب ديفليكشن ميثود. طيب طريقه السلوب ديفليكشن ميثود تحكي لي انا عندي عده خطوات، محل كل ركيز داخلي بدي احط فيكست. طيب الخطوه بعديها بتقول لي قسم الجزء، تقسم البيم اللي عندك، هنا نقسم البيم. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بتحكي لي أوجد قيمة الفيكسد إند مومنت عند كل طرف. طيب قيمة الفيكسد إند مومنت تكون معطاة على شكل معادلات بورقة معكم. قيمة الفيكسد إند مومنت هون مثلا لما يكون عندي فيكسد مع هنج أو رولر، ويكون عندي قوة موزعة اللي هي دبليو ال تربيع على ثمانية، اللي هون هي دبليو عشرة في ال تربيع طولها خمسة تربيع تقسيم ثمانية، 31.25. هاي قيمة الفيكسد اند مومنت عند الطرف بي، هاد هاي A وهي B، هاي B هاي C هاي C هاي D. طيب قيمة الفيكسد اند مومنت هون، هون فيش شي، ليش؟ لأنه زيرو زيرو، لأنه فيش ولا أي قوال بيناتهم. هون قيمة الفيكسد اند مومنت بقول لي
إذا كان عندي في إكس مع هنج أو رولر بالقوة في النص، بتكون المعادلة 3B في L على 16، 3 في B اللي هي 20 في L اللي هي طولها كامل 4 تقسيم 16 بعطيني 15. طيب بعد هاي الخطوة بدي أوجد قيمة المومنت عند كل جهة، عند كل نقطة. مومنت AB تساوي 0، مومنت BA كان على المعادلة اللي هي 3 EI over L في ثيتا B ناقص إبساي زائد الفيكست اند مومنت. طيب EI كونستانت محاكيلي في السؤال، L قيمتها للهيو هاد 5، ثيتا بي اصلا مجهول انا بدي اعرفها، الابساي حكي لي نو سبورت سيتلمنت يعني فيش سيتلمنت يعني دلتا تساوي 0، وابساي دلتا اوفر ال يعني هاي كلها 0 يعني هاي 0. الفيكسد اند مومنت قيمته 31.25. طيب إشارة الفيكسد اند مومنت على الفرض اللي حاطين فيها المعادلة هاي على انه مع عقارب الساعة هو موجب، اللي عكس عقارب الساعة سالب. هون الفيكسد اند مومنت اللي عند هاي مع عقارب الساعة يعني موجب، بدي اعوضه موجب 31.25، بتصير المعادلة مومنت بي اي تساوي 3 اي اي على 5 في ثيتا بي زائد 3.125. هاي اول معادلة. طيب بدي اوجد مومنت بي سي، حكينا لما يكون عندي فيكست 2 اي اي اوفر ال 2 ثيتا اللي بحسب عندها اللي هي ثيتا بي زائد ثيتا البعيد اللي هي ثيتا سي ناقص 3 إبساي زائد الفيكست اند مومنت. اي اي حكي لي انها كونستانت، ال معروفة اللي هي طول هذا اللي هي 3، ثيتا بي انا بدي اعرفها، ثيتا سي انا بدي اعرفها، إبساي حكي لي انه دلتا تساوي 0 يعني دلتا على ال 0 يعني إبساي 0، والفيكست اند مومنت عند الطرف بي 0، يعني صفت المعادلة. مومنت بي سي تساوي 2 اي اي اوفر 3 في 2 ثيتا بي زائد ثيتا سي. طيب مومنت سي بي هاي المعادلة الثانية، مومنت سي بي تساوي 2 اي اي اوفر ال نحلها سريع اللي هي 3 في 2 ثيتا اللي بحسب عندها اللي هي سي زائد ثيتا البعيد اللي هي بي ناقص 3 ابساي ابساي 0 زائد الفيكست اند مومنت، الفيكست اند مومنت عند هاي تساوي 0 انه فيش لود بيناتهم. هاي المعادلة الثالثة. طيب نيجي نحسب مومنت سي دي، مومنت سي دي حكينا لما يكون عندي فيكست مع رولر او هنج اللي هي معادلة 3 اي اي اوفر ال طولها اللي هي 2.24 في ثيتا سي ناقص ابساي ابساي 0 زائد الفيكست اند مومنت. الفيكست اند مومنت هون قيمته 15 بس اتجاهه عكس عقارب الساعة، حكينا اتجاهه عكس عقارب الساعة الفرط سالب، فبتصير هي سالب 15 بس، وهي قيمة المومنت الثالث. طيب طبعا قيمة المومنت دي سي تساوي 0. طيب باخذ سميشن مومنت عند بي تساوي 0 عشان اقدر اطلع ثيتا سي وثيتا بي واوجد المومنت لكل جهة. اللي عند مومنت بي بي اي وبي سي تساوي 0. المومنت بي اي ايش هو؟ هيو ب
بي اي 3 اي اي على 5 ثيتا بي زائد 31.25. هاي المومنت بي اي زائد المومنت بي سي هيو 2 اي اي على 3 وزع لهذا الطرف هون هون ضرب 2 ثيتا بي زائد 2 اي اي اوفر ال اوفر 3 في ثيتا سي. هذا كله تساوي 0، يعني لو ناخذ هذا ثيتا بي مع الجزء هذا ثيتا بي 3 على 5 زائد 4 على 3 1.9 اي اي ثيتا بي زائد ثيتا سي 2 تقسيم 3 اللي هي 0.67 ثيتا سي اي اي زائد اللي هو وننقل على وخلينا اسمه زائد 3.25 تساوي 0. هاي هو المعادلة. المعادلة الثانية من بجيبها حكينا اللي سماش المومنت عند سي تساوي 0 يلي اصلا عنده مومنت سي اللي هي سي سي بي وسي دي. تساوي 0 مومنت سي بي هيو بوزع 2 اي اي في 2 ثيتا سي يعني 4 اي اي ثيتا سي على 3 زائد 2 اي اي ثيتا بي على 3 طبعا فيش فيكس ان لون زائد مومنت سي دي هيو 3 على 3 اي اي ثيتا سي على 4 ناقص 15 تساوي 0. باخذ ثيتا سي مع ثيتا سي 4 تقسيم 3 زائد 3 تقسيم 4 2.08 2 ثيتا 2 اي اي ثيتا بي على 3 زائد 2.08 اي اي ثيتا سي ناقص 15 وتساوي 0. صار عندي معادلتين مجهولين على الآلة حاسبة طلع قيمة ثيتا بي وثيتا سي. بتطلع معي قيمة ثيتا بي تساوي سالب 2.1 على اي اي وثيتا سي تساوي 1.4 على اي اي. طيب هسه طلعنا قيم ثيتا بي قيم ثيتا سي. برجع على معادلة المومنت اللي هي مثلا المومنت بي سي هي 2 اي اي على 3 في 2 ثيتا بي زائد ثيتا سي. هذول صار المعروفات. بقدر اطلع مومنت عند بي سي مثلا. نوجد القيمة لكل واحدة. المومنت اي بي حكينا اصلا صفر. المومنت بي اي تساوي بي اي 3 اي اي على 5 في ثيتا بي سالب 2.1 على اي اي زائد 3.1.25 وتساوي هاي مع هاي بتروح 3 تقسيم 5 في سالب 21 زائد 31.25 18.65. نفس الاشي بعمل لما اطلع مومنت بي سي تساوي 2 اي اي على 3 في 2 ثيتا بي اللي سالب 2.1 على اي اي
زائد 3 سي اللي هي طلعت معي 14 على اي اي. هاي مع هاي مع هاي بيروحوا وطلع الناتج هذا بعطيني سالب 1.865 متر. نفس الاشي بطلع المومنت سي بي هو 2 اي اي على 3 2 ثيتا سي اللي هي 14 على اي اي ناقص 21 اللي هي ثيتا بي على اي اي تعطيني ثيتا سي بي 4.6 كيلو نيوتن متر. والمومنت سي دي تساوي سالب 4.5 كيلو نيوتن والمومنت دي سي طبعا تساوي زيرو. طيب عشان اتأكد من حل احنا اصلا حكينا انه سماشن مومنت عند بي تساوي زيرو سماشن مومنت عند سي تساوي زيرو سماشن مومنت عند بي تساوي زيرو اللي هي بي اي وبي سي اللي طلعت معي 18.65 وسالب 18.65 معناته هاي صح. وهون 4.6 وسالب 4.5 طبعا في تقريبات اشي بتصير ففرق عادي بسيط. هاي طلعنا قيمة المومنت عند كل وحدة. برجع برسم كل مقطع المومنت اللي هون طلع معاي هاي A وهاي B المومنت B طلع معاي 18.6 عندي هون قيمة reaction عندي هون قيمة reaction هون AY هون BY بس مدام انا عندي البي اصلا لجزئين فبقسم بي واي ليفت وبي واي رايت يعني او بي واي واحد بي واي اثنين لانه عندي جزئين. طيب سماش المومنت عند اي تساوي زيرو مع قرب الساعة موجب 18.5 مع قرب 0.6 مع قرب الساعة ناقص بي واي ليفت في المسافة اللي هي 5 طبعا اصلا عندي قوة موزعة ما ننساهاش اللي هي 10 برضو بتلف مع قارب الساعة 10 × 5 تربيع على 2 تساوي 0 بي واي ليفت بتعطيني 2.872 كيلو متر. سماشن اف الواي تساوي زيرو سماشن اف الواي تساوي زيرو عندي الاي واي ناقص 10 × 5 زائد 2.72 تساوي زيرو اي واي تساوي 2.128 كيلو متر. نفس الاشي باجي بعمل للمقطع الثاني بطلع قيمة الرياكشن. نفس الشيء للمقطع الثالث وطلع قيمة الرياكشن هون وهون. طيب هسا قيمة الرياكشن مثلا عند بي طلعناها قيمة الرياكشن بي واي كاملة اللي هي بي واي ليفت زائد بي واي رايت. أنا طلعت للجهتين يعني الجهة اللي هون والجهة اللي أصلا هون فبجمعهم. مثلا هاي البي واي ليفت طلعت 2.872 اتجاهها للآلة طلعت هاي يلي هون 15 للأسفل راح تكون طرح بيناتهم باتجاه الأكبر حتى لو طلعت لفوق مجموعهم واتجاه بتاعهم وبس زي هيك. ناخذ مثال ثاني طيب هذا المثال حكي لي معطيني قيمة E و I معطيني قيمة دلتا at B 50 مليمتر يعني صار عندي settlement هبوط عنده نقطة B مقدار 50 مليمتر.
طيب حكينا أول خطوة بالسلوب ديفليكشن ميثود، راح أقسم محل كل الانترنال هنج، بدي أحط محل كل ركيزة، بدي أحط فيكس، بصير عندي هيك عندي قيمة فيكس هون، فيكس اند مومنت، قيمة فيكس اند مومنت هون. طبعا على الورقة اللي بتكون معاكم اللي هي دبليو فعل تربيع على 12 بتعطيني قيمة 75 هون، هون نفس الاشي 75. بدي اطلع هون نقطة A، هاي نقطة B، بدي اطلع مومنت A B تساوي، حكينا لما يكون فيكسد فيكس 3 اي اي اوفر ال في 2 ثيتا اللي بحسب عندنا اللي هي ثيتا A زائد ثيتا البعيد اللي هي ثيتا B ناقص 3 ابساي في سوري زائد الفيكسد اند مومنت. طيب الفيكس اند مومنت معاي ثيتا ب ايه وثيتا بي، اصلا بدي اطلعهم اي ال معاي وال معاي ابساي دلتا اوفر ال ال الدلتا كم؟ او بوينت او بوينت او اللي هي دلتا او بوينت او 5 على ال الطول اللي هو هذا المعطينية 6 تساوي، طبعا حولتها لمتر لانه هاي برضو بالمتر، او بوينت او 5 6 8 بوينت 3 في 10 قوة سالب 3. طيب هسا هاي ابساي كيف اتجاهها؟ برضو لانه اتجاهها انا بهمني، اذا مع عقارب الساعة فهي موجب، اذا عكس عقارب الساعة فهي سالب. ابساي هي مع عقارب الساعة واحد، ابساي هاي معناته هاي راح تكون برضو نفس الاشي مع عقارب الساعة عند الطرف هذا، وهون راح تكون هيك يعني عكس عقارب الساعة ابساي 2 مثلا، هاي واحد هاي واحد، وهون راح تكون عكس عقارب الساعة برضو ابساي 2 لانه هاي مع هاي وهاي مع هاي. طيب انا ما اخذ الطرف A ابساي مع عقارب الساعة، اذا بعوضها موجب، يعني بتصير المعادلة كالتالي 3 اي اي طبعا قيمهم موجودة على ال اللي هي قيمتها 6 في 2 ثيتا اي اصلا بدي اعرفها زائد ثيتا بي ناقص 3 في موجب 8.3 في 10 قوة سالب 3 زائد الفيكس اند مومنت. الفيكس اند مومنت هون عكس عقارب الساعة يعني سالب 75، بعوض قيمة اي اي و اي بتعطيني كجواب نهائي مومنت اي بي تساوي 3 ثيتا بي ناقص 8 3 7 5. طبعا ثيتا A 0 لأنه عندي فيكست هون، راح تكون ثيتا C يلي على سنتر هاي C، ثيتا C برضه راح تكون 0، والقيمة اللي طلعت من هون بضربها في هاي بضربها في هاي بنقصها من الفيكسد اند مومنت طلع معي هاي، هاي أول معادلة. طيب المعادلة الثانية مومنت بي اي تساوي 3 اي اي على الطول ال اللي هو 6 في 2 ثيتا اللي بحسب عندها اللي هي ثيتا بي زائد ثيتا البعيد اللي هي ثيتا اي حكينا 0 ناقص 3 في ابساي الساعة اللي عند بي مع عقارب الساعة اذا موجب هي 8.3 في 10 قوة في 10 قوة سالب 3 زائد الفيكس اند مومنت، قيمة الفيكس اند مومنت عند الجوينت بي مع عقارب الساعة اذا موجب 75، ولما اردت
بالحدود تعطيني المومنت بي اي تساوي في 10 قوة 6 ثيتا بي 6.66 ثيتا بي ناقص 8.225. هاي ثاني جزء. نيجي للجزء الثاني للجهة هاي. عندي هون 50 عندي قيمة فيكس انفولت هون قيمة فيكس انفولت هون قيمة الفيكس انفولت هون اللي هي بتحكي لي بي في ايه في بي تربيع على ال تربيع ساو طبعا ايه حكي انه هي البعد الاكبر البي اللي هون حسب الورقة اللي موجودة عندك تعطيني هاي 2.8.125 وهاي تعطيني 9.375. هاي النقطة بي وهاي النقطة سي مومنت بي سي تساوي كان فيكست مع فيكست إذن 3 اي اي اوفر ال اللي هي الطول كامل 3 1 4 ثيتا 2 ثيتا بي اللي بحسب انتها زائد ثيتا البعيد اللي هي ثيتا سي 0 ناقص 3 في إبساي زائد الفيكس اند مومنت طيب إبساي اللي هي دلتا اوفر ال دلتا اللي حكيني 0.05 ال هو 4 فأنت راح حكينا إن هون عكس قرب الساعة وهون عكس قرب الساعة إذن راح تصير المعادلة كالتالي بي سي تساوي 3 إي آي على 4 في 2 ثيتا بي ناقص 3 في مدامها عكس قرب الساعة يعني سالب 0.0125 زائد الفيكس إند مومنت هون عكس برضو عكس قرب الساعة إذن سالب 9.375 تساوي صفر طيب نوزع اي اي بحط قيمهم بوزعهم بتصفي المومنت بي سي تساوي 1 × 10^6 ثيتا بي زائد 1.8740.625 المومنت سي بي تساوي 3 اي اي على ال اللي هي 4 في 2 ثيتا اللي بحسب عندنا اللي ثيتا سي 0 زائد ثيتا بي ناقص 3 في إبساي كان سالب لأنها عكس عقارب الساعة اللي هي 0.0125 زائد قيمة الفيكس إند مومنت مع عقارب الساعة يعني زائد 2.8125 مومنت سي بي بتعطيني لما أوزع أحط قيمة هاي أوزعها مومنت سي بي 5 × 10^6 ثيتا بي زائد 1.8775 طيب هسا حكينا بدي أخذ مجموع مومنت عند بي تساوي زيرو إيش مومنت اللي عند بي مومنت بي اي زائد مومنت بي سي تساوي زيرو مومنت بي اي اللي هو 6 × 10^6 ثيتا بي ناقص 8.225 مومنت بي سي زائد 1 × 10^6 ثيتا
ب زائد 1 8 7 4 0 6 2 5 تساوي 0. الحد هذا مع الحد هذا والحد هذا مع الحد هذا تعطيني ثيتا ب تساوي -6.31 في 10 سالب 3. وجدنا قيمة ثيتا ب نرجع لمعادلات المومنت اللي هي مومنت AB اللي هي 3 في ثيتا ب اللي هي -6.31 × 10³ ناقص 8 3 7 5 تعطي المومنت AB تساوي -104.73 N لكل متر. طيب لما بدي أوجد مومنت BA تساوي 6 × 10³ في ثيتا B اللي طلعنا -6.3 × 10³ ناقص 8 2 2 5. المومنت بي تساوي راح تعطيني لما احط على الآلة الحاسبة -1 2 4 3 4 5 6 7 نيوتن لكل متر. طيب لما بدي اوجد المومنت سي بي تساوي على المعادلة سي بي اللي هي 5 × 10³ في ثيتا بي تساوي 6.3 × 10³ زائد 1 8 7 7 8.125 مومنت سي بي 1 5 6 2 3 1 2 5. المومنت بي سي تساوي 1 × 10³ في ثيتا بي اللي -6.3 في 10³ زائد 1 8 7 4 0.625. مومنت بي سي راح يعطينا 1 2 4 3 0.63. طيب عشان نتأكد من حل حكينا انه مجموع مومنت بي تساوي 0، المومنت بي اي اللي طلعناه طلع -1 × 10³ بطرحهم بعض بعطينا تقريبا 0.0 إشي. طبعا هاي التقريب من هذا الخطأ من التقريبات في حل المعادلة وبس. برجع بوجد برجع بقسمهم زي ما كانوا، بحط قيمة المومنت عند كل واحدة وبوجد الرياكشن عادي. طيب قبل ما نروح على موضوع الفريم بس بدي أوضح شغلة سريعة. لما يحكي لي مثلا يعطيني فراي وبيحكي لي نون نسوي نون ستلمنت، يعني دلتا للكولوم اللي هون بساي للكولوم هون تساوي 0، بساي للكولوم هون تساوي 0، بساي للبيم اللي هون تساوي 0. طيب لما يحكي لي مثلا هون نون نوس واي بس عندي ستلمنت، يعني دلتا للبيم تساوي إلها قيمة، إلها قيمة لا تساوي 0، بس دلتا بساي أو دلتا اللي هون تساوي 0، بساي اللي هون تساوي 0. فلما أجي أعوض المعادلة معادلة اللي بيطلع على الجزء هذا دلتا ما بعوضها صفر، بس المعادلة اللي بيطلع على الجزء هذا دلتا تساوي صفر. هو نفس الإشي مثلا يحكي لي إنه سوي نو ستلمنت، يعني في عندي دلتا للكولوم يعني إبساي راح تساوي قيمة هون وإبساي راح تساوي قيمة، وإذا ما حكينا نو ستلمنت يعني إبساي اللي هون راح تساوي زيرو،
يعني لما اجي اطلع المعادلة هاي إبساي هون صفر، لما اجي اطلع المعادلة اللي هون او المعادلة اللي هون فإبساي إلها قيمة. طيب لو حكينا انه سوي وستلمنت، يعني إبساي إلها قيمة هون، إبساي إلها قيمة هون، إبساي إلها قيمة هون، بحيث انه هاي دلتا اللي هون للبيم، دلتا اللي بتصير هون للكولوم اللي عندنا، بس انه افرق بين ابساي الكولوم وابساي البيم. ناخذ مثال على الفريم، عند الفريم هذا بحكي لي نو سبان روتيشن، يعني دلتا تساوي زيرو، واصلا هو نن سواي فما راح يكون عندي دلتا للكولوم. بدي اد طبعا محل كل ركيز داخلي، محل كل اشي، محل كل ركيز داخلي بدي احط فيكست، بدي احط الفيكست هون، فراح اقسم الشكل على هذا الاساس. هاي النقطة A، هاي النقطة B، عندي هون 40 و هاي النقطة B، وهاي النقطة C عندي هون 40، وهاي النقطة دي وهاي بي. هاي قسمت الشكل تقسيمة عادية ما فيها اي اختلاف. بوجد قيمة الفيكست اند مومنت هون، 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 وبرضه قيمة الفيكست اند مومنت هون. قيمة الفيكست اند مومنت هون بتعطيني 50 عن المعادلات اللي في الورقة هي بتكون موجودة اخر الكتاب، وهون برضه 50، وهون 50، وهون زيرو لانه ما في لود. طيب خلينا نبدأ نحل جزء جزء. مومنت AB تساوي فيكست مع فيكست معناته 3EI على طوله اللي هو كامل 5 و5 10، في 2 ثيتا اللي بحسب عندها ثيتا A صفر لأنه فيكست من هون، زائد ثيتا البعيد اللي هي ثيتا B، ناقص إبساي 3 في إبساي، كان إبساي صفر ما عندي، زائد الفيكست اند مومنت، قيمة الفيكست اند مومنت هون تلف عكس عقارب الساعة يعني سالب 50. طيب المومنت اي بي تساوي بعد ما عرفت المعادلة 2 اي اي، هون 2 مش 3، حتى بمثال قبلي حط 3 بدل 2، هي اصلا 2 مش 3، 2EI على 10 في ثيتا بي ناقص 50. طيب بدي اوجد قيمة المومنت بي اي تساوي 2EI على ال بي اي هي كل 10 في 2 ثيتا اللي بحسب عندها اللي هي ثيتا بي، زائد ثيتا البعيد اللي هي ثيتا اي صفر، ناقص 3 في إبساي برضو صفر، زائد قيمة الفيكس اندومان هون مع عقارب الساعة، اذا موجب 50. طيب المومنت عندي بي سي تساوي فيكس مع فيكس 2EI على ال، ال طوله برضو 10 في 2 ثيتا اللي بحسب عنده اللي هي ثيتا بي، زائد ثيتا سي، ثيتا سي صفر، ناقص 3 إبساي برضو إبساي صفر، زائد قيمة الفيكس إند مومنت هون مع عقارب الساعة إذا سالب 50 القيمة اللي هون. طيب المومنت سي بي تساوي 2EI على طول 10 في 2 في ثيتا اللي بحسب عندها ثيتا سي صفر، زائد ثيتا بي، ناقص في 3 إبساي صفر، زائد قيمة الفيكس إن مومنت هون موجب مع عقارب الساعة. طيب برضو بدي أوجد مومنت بي دي، بي دي حكينا لما يكون عندي فيكس مع هنج أو رولر اللي هي 3EI على طوله اللي هي 4 كامل في ثيتا بي، ناقص إبساي، فيش عندنا إبساي صفر، زائد قيمة الفيكسد إند مومنت برضو زيرو،
then هاي مومنت بي دي. سميشن مومنت عند بي تساوي صفر. عندي انا اصلا عند بي مومنت بي اي مومنت بي سي والمومنت بي دي كلها تساوي صفر. المومنت بي اي هيو اثنين اي اي على عشرة نضربها تصير اربعة اي اي ثيتا بي زائد خمسين زائد مومنت بي سي هيو برضو اربعة اي اي على عشرة ثيتا بي ناقص خمسين زائد مومنت بي دي هيو زائد ثلاثة اي اي على اربعة ثيتا بي كلها تساوي صفر. خمسين مع خمسين راحت صفة هاي وهاي وهاي تساوي صفر معناته ثيتا بي تساوي صفر. طب ليش؟ لان اصلا الشكل عندي له نفس الاطوال ولانه الشكل عندي له نفس القوة في الاماكن المؤثرة. يعني الاربعين هون كانت على بعد خمسة بخمسة والاربعين كانت على بعد خمسة بخمسة قوة. برضه لانه نفس كان قيمة الاي اي يعني حتى لو في اختلاف في الاي اي كان مفروض يطلع معي. يعني بقدر احكي عن الشكل هذا انه ايش كله متماثل. مدام الشكل متماثل قيمة المومنت عند كل طرف تساوي قيمة الفيكست اند مومنت تساوي قيمة الفيكست اند مومنت. يعني بالمعادلة هون مومنت اي بي مدام ثيتا بي صفر معناته هاي كلها راح تصرف معناته مومنت اي بي سالب خمسين. بي اي كلها صفر معناته مومنت بي اي هون اي بي مومنت بي اي تساوي خمسين. مومنت بي سي هاي كلها صفر معناته سالب خمسين. مومنت سي بي هاي كلها صفر معناته موجب خمسين. مومنت بي دي هاي كلها صفر معناته مومنت بي دي كله صفر. برجع بقسم الشكل لكل الأجسام هاي وقيمة المومنت اللي عنده بوجد الرياكشن. ناخذ مثال ثاني. في هذا المثال أعطاني فريم معطيني بس عليه قوة جانبية الآن راح تعمل لي سوي للفريم. طيب كيف شكله هذا راح يصير؟ كالتالي راح تكون عندنا دلتا هيك. اللي حكينا انه دلتا راح تكون عندي يعني عندي هاي سواي هاي لها قيمة سواي وهاي لها قيمة سواي. بس مدام حكي لي نو ستلمنت معناته اللي فوق اللي بساي له زيرو. هاي هي بس النقطة المهمة. طيب نيجي نقسم الشكل لأجزاء ونجد المومنت والفيكست اند مومنت. اول جزء اللي هو AB fixed end moment طبعا زيرو بزيرو لانه ما في اي قوة. المومنت في AB تساوي 2 اي اي over L طوله اللي هو 3 في 2 ثيتا اللي بحسب عندها ثيتا A صفر في معناته 2 في صفر زائد ثيتا B اللي هي ثيتا البعيدة ناقص 3 في إبساي زائد الفيكس اند مومنت زيرو. بتصير المعادلة او قبل المعادلة الابساي هي عبارة عن دلتا على ال. دلتا اصلا مجهولة وال عندي دلتا على ال كم طوله؟ ثلاث. طيب لما نيجي نحط المعادلة مومنت اي بي تساوي هاي صار راحت اثنين اي اي over 3 في ثيتا بي ناقص هاي في هاي 3 مع 3 راحت لانه هيك بتصير 3 في دلتا على 3 3 مع 3 راحت صارت دلتا لحالها 2 على 3 في اي اي دلتا. طيب هاي المعادلة بتاعت المومنت بي اي بي. بس المومنت بي اي
تساوي 2 اي اي اوفر طوله اللي هو ال 3 في 2 ثيتا اللي بحسب عنده اللي هي ثيتا بي زائد ثيتا اللي بعيد اللي هي ثيتا اي صفر ناقص 3 في ابساي زائد الفيكست اند مومنت ابساي دلتا اوفر ال ال طوله 3 والثلاث مع هاي مع الثلاث هاي بتروح بتصير المعادلة مومنت بي اي تساوي 4 على 3 اي اي في ثيتا بي زائد ناقص 2 على 3 اي اي في دلتا. هاي طلعنا مومنت اي بي وطلعنا مومنت بي اي. نيجي للجزء اللي فوق نقطة بي ونقطة سي والفيكست اند مومنت زيرو بزيرو. طيب المومنت بي سي تساوي 2 في اي اي على طوله اللي هو 10 في 2 ثيتا اللي بحسب عنده ثيتا بي زائد ثيتا اللي بعيد اللي هي ثيتا سي ناقص 3 في ابساي زائد الفيكست اند مومنت زيرو. ملاحظة هم جدا حكينا اللي هون الجزء اللي فوق ابساي زيرو معناته هاي بتروح بتصير المعادلة مومنت بي سي تساوي 4 2 في 2 4 بالعشرة اي اي ثيتا بي زائد 2 بالعشرة اي اي ثيتا سي. طيب المومنت سي بي تساوي 2 اي اي اوفر طوله 10 في 2 ثيتا اللي بحسب عندها ثيتا سي زائد ثيتا اللي بعيد اللي هي ثيتا بي ناقص 3 في ابساي 0 والفيكس ان مومنت 0 يعني هاي المعادله. ونرتبها مومنت سي بي تساوي 4 بالعشرة اي اي ثيتا سي زائد 2 بالعشرة اي اي ثيتا بي. هاي معادلة البي المومنت سي بي. طيب اخر جزء اللي هو هذا نقطة سي ودي والفيكست اند مومنت زيرو بزيرو انا ما عندي اي قوة. طيب مومنت سي دي تساوي 2 في اي اي اوفر ال طوله اللي هو معطيني اياه 4 في 2 ثيتا اللي بحسب عندها اللي هي ثيتا سي زائد ثيتا البعيد ثيتا دي 0 ما عندي ثيتا زائد 0 ناقص 3 في ابساي زائد الفيكست اند مومنت زيرو. طيب ابساي دلتا اوفر ال طوله قد ايه 4 يعني بتصير هاي كامله 3 على 4 في دلتا. طيب نيجي نوزع مومنت سي دي تساوي 2 في 2 4 مع 4 بتروح يعني ثيتا سي اي اي. طيب ناقص 2 على 4 في 3 على 4 يعني 6 على 16 دلتا اي اي. هاي المومنت سي دي. المومنت دي سي تساوي 2 اي اي على طوله اللي هو 4 في 2 ثيتا اللي بحسب عندها ثيتا دي 0 معناته راحت زائد ثيتا اللي بعيد اللي هي ثيتا سي ناقص 3 في ابساي ابساي حكينا ان هي 4 دلتا على 4 زائد فيكس اند مومنت 0. مومنت دي سي نرتبه نص هاي مع هاي 1 على 2 نص اي اي ثيتا سي ناقص 3 على 8 اي اي دلتا. طيب حكينا بدنا ناخذ سماشن المومنت عند النقطة بي وعند النقطة سي. المومنت اللي عند بي ايش هو؟ هاي النقطة بي. ايش المومنت اللي عند مومنت بي اي وبي سي؟ مومنت بي اي زائد المومنت بي سي تساوي صفر. طيب المومنت بي اي اللي هو 4 على 3 اي اي ثيتا بي
ناقص 2 على 3 اي اي دلتا زائد المومنت بي سي طلعنا اللي هو 0.4 اي اي ثيتا بي زائد 0.2 اي اي ثيتا سي تساوي صفر. ناخذ هذا الحد مع هذا وهذا وهذا دلتا وهذا ثيتا سي. طيب 4.3 زائد 0.4 1.73 مع الاي اي مع الاي اي مع الاي اي مع الاي اي 1.73 ثيتا بي 2.3 لي 0.6 وثيتا سي ثيتا سي هي 0.2 ثيتا سي ناقص 2.3 دلتا تساوي صفر. هي أول معادلة 1.73 ثيتا بي زائد 0.2 ثيتا سي ناقص 2.3 دلتا تساوي صفر. summation moment عند سي تساوي زيرو. المومنت اللي عند سي مومنت سي بي زائد المومنت سي دي تساوي صفر. المومنت سي بي 0.4 اي اي ثيتا سي زائد 0.2 اي اي ثيتا بي زائد المومنت سي دي اي ثيتا سي في اي اي ناقص 6 على 16 في دلتا وتساوي صفر دلتا اي اي طبعا. وهاي مع هاي مع هاي مع هاي بتروح درجة بالحدود ثيتا بي 0.2 ثيتا بي ثيتا سي زائد 0.4 ثيتا سي 6 على 16 0.375 5 دلتا وتساوي 0. هاي المعادلة الثانية. طيب احنا في العادة لما كنا نطلع معادلتين كان يطلع معنا مجهولة نقدر نحلها، بس هسه في عندي معادلتين بثلاث مجاهيل مستحيل مستحيل اقدر احلها، لهيك بلجأ بهاي الحالة لمعادلة شير او بستخدم الشير. طيب الشير ايش هو؟ اول جزء قسمناه هون باخذه مثلا اخر جزء. الجزء يلي هون هاي نقطة A وهاي النقطة B. عندي هون مومنت BA وعندي هون مومنت AB مومنت AB. طيب باخذ مجموع المومنت عند B تساوي صفر مع عقارب الساعة موجب. المومنت اللي عند B BA عكس عقارب الساعة سالب مومنت BA. المومنت اللي عند AB مع عقارب برضو عكس عقارب الساعة سالب مومنت A B. وعندي A X X بتلف مع عقارب الساعة في الطول هذا اللي هو أصلا 3 ضرب 3 تساوي صفر. خليلي A X لحال ونقول هذا على الجهة الثانية مومنت A B زائد المومنت B A على 3 هاي قيمة AX. هسا نشوف شو نستفيد منها. برضو ناخذ نفس الاشي لآخر جزء اللي هو نقطة D ونقطة C. عندي هون DX عندي هون مومنت CD عندي هون مومنت DC. summation مومنت عندي C تساوي 0 مع عقارب الساعة موجب. مومنت CD سالب والدي اك والسي دي والدي سي برضو سالب زائد دي اكس موجب ضرب طوله هاي 4 تساوي صفر. دي اكس خليها الحال مومنت سي دي زائد المومنت دي سي اوفر 4. طيب بعدين برجع للشكل كامل هاي هون لو بدي اخذ سميشن اف ال واي اف الاكس تساوي 0. عندي انا دي اكس عندي اي اكس عندي 20 اي اكس زائد دي اكس تساوي 20
AX زائد DX تساوي 20. طيب أنا طلعت AX دلالة هون، طلعت DX دلالة مومنت، عندي هاي، خلينا نعوض كل واحدة بتاعتها. AX طلعنا اللي هي مومنت AB زائد المومنت BA على 3، هاي AX زائد DX مومنت CD زائد المومنت DC على 4، كلها تساوي 20. طيب بعوض قيمة المومنت AB، المومنت AB اللي طلعته أصلا من المعادلات اللي هو 2، طبعا نصتم الـ AI على السريع عشان ما تعجقناش بالحل، 2 على 3 ثيتا B، هاي المومنت AB بنحكي، ناقص 2 على 3 دلتا، زائد المومنت BA، المومنت BA 4 على 3 ثيتا B ناقص 2 على 3 دلتا، كله على 3، زائد مومنت سي دي زائد مومنت دي سي على 4. المومنت سي دي اللي طلعنا سي دي اللي هو ثيتا سي ناقص 6 على 16 دلتا، زائد المومنت دي سي نص ثيتا سي ناقص 3 على 8 دلتا، كله على 4، وهذول الاثنين تساوي 20. طيب بجمع ثيتا بي مع ثيتا بي ودلتا مع دلتا بقسمهم على 3، ونفس الاشي هون ثيتا سي مع ثيتا سي دلتا مع دلتا، تعطيني المعادلة النهائية 0.67 ثيتا بي زائد 0.375 ثيتا سي ناقص 0.634 دلتا تساوي 20. هاي صار عندي معادلة ثالثة، معادلة ثالثة مع المعادلة، عندي معادلة هاي أولى، معادلة ثانية هون، وهي معادلة ثالثة. ثلاث مجاهيل بقدر أوجد ثيتا بي، بوجد ثيتا سي، بوجد دلتا. هون بس رتبنا، جمعنا هاي مع هاي قسمناها على 3، جمعنا هاي مع هاي قسمناها على 3، وجمعناهم مع بعض بالنهاية دلتا مع دلتا وثيتا سي هاي هنزلت. بس هيك فكرة السؤال، انه لما يكون عندي فريم وفيه سوي ما بقدر احله باستخدام المعادلة، مسماش المومنت عند النقطة الداخلية مثلا اللي هي عند بي وعند سي، لازم لانه بطلع عندي ثلاث مجاهيل اللي هي دلتا وثيتا سي وثيتا بي، لازم استخدم الشير كونديشن عشان اقدر اطلع المعادلة الثالثة، منها بقدر اطلع المجاهيل الثلاث. ويعطيكم العافية. طبعا بيطلع الثيتا بي تساوي سالب 2.366 على اي اي، وثيتا سي تساوي سالب 1.4 على اي اي، ودلتا تساوي سالب 6.5 فاصلة 3.1. يعطيكم العافية.